نبدأ مشاهدينا بأحدث حصيلة للإصابات بفيروس كورونا في المغرب، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 25 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، وذلك إلى حدود الساعة 10 من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالمملكة إلى 7048 حالة. وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 4037 حالة بعد تعافي 136 مصابا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.